عندنا يتسجل. اخبزك سلام ليه ها؟ اليوم ينوبتك. دورها دور. باش ندور باش تتبع لي برك. ايش هكذيك؟ يا وحركها برك. ها ها واش طعمها؟ قعدت في الدار من طامع. هز لفراي هز. ها المسيح يخبز في الكسرة. ها سيدي المسيح صبر على برا وقعد في الدار هاو يطيب في الكسرة. ها براي الأخرى ها برا ها براي الأخرى ها طيبها. شوف كيف طيبها. قال لي ها وري لي نعجن ونطيب لك الصحة المسيح. يو هاك بحل زيد حل الأخرى. ها براي العجينة ها مالك التوصيلية تبري فيه هاك قدلك قدلك مليح. والله لا ريح لهنا في الدار. ها؟ والله لا عاد ريح. ليه ريح لك وعاوني في الشغل ليه؟ ها؟ لا ما نزيد نعاون لك. اقعد برك مش عليه. تخبز لك الكسرة وسيقت قبيله. سيقتها. هي خلاص هنيتني. انا راني ما نطش الا 12 جيت كلش واجد. والعشاء وش راح ندير؟ راح ندير شوي شربة بنيتي. وش فيطة ديرها؟ ندير شوية ندير شوية إذا ما كانش ندير كسكيس. واش درت ذوك الغدا؟ ها درت لا سوب. يعطيك الصحة. ايوا هاك درت يا ولي قرصتها وعاود عليه هذا حد يلعب السلطة بركة بتبربش هيش حطها يا حبيبي فما يا وكسرتك لا حط خليتها طيبة هي تحرقت يعني ريحتها وش راك تعثر على الكورونا وش كورونا كورونا حجب الترجيل جات لكم خمسة عجلوا خبز وعجنوا وريحوا في ديالكم وقعدوا في الدار. هذه هي الكورونا جيت سنة المسيح هذا نحب فينا وي هاني كمك نسيح وش الحوايج نشرتهم مازال عمال زر بنشر الحوايج صبنهم مليح وديرنا المطلوع يخمر يا كورونا وش نقول لك رجعت الرجال ساجين يا كورونا وش نقول لك